الضائع التاسع خوفه ورجاؤه من مخلوق، ذلكم المخلوق ناصيته بيد الله، لا يملك هذا المخلوق لا حذراً ولا نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً. قلت، قال عز وجل عن هود عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابةٍ إلا هو آخذٌ بناصيتها، إن ربي على صراطٍ مستقيم. ولذا قال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، قال: خف الله في الناس ولا تخف الناس في الله، وارجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إن عملت أي شيء رجاءً وخوفًا فاجعله رجاءً لله وخوفًا من الله. قال: وليس معنى هذا ألا تحسن إلى الخلق، ليس معنى هذا، وليس معنى هذا أن تسيء إلى الخلق، وإنما قال: أحسن إلى الخلق رجاء الله لا لرجائهم، وكف شرك عن الخلق خوفا من الله لا خوفا منهم. ولذلك قال الفضيل ابن عياض: من عرف الناس استراح، يعني من عرف أن الناس لا يملكون نفعا ولا ضرا استراح.